هذا واحد خاين رجع لدارو بالليل سكران، هي هذيك مشى للطواليط حل الباب ويشعل الضو، ما فهم والو، عاود سد الطواليط هو يطفى الضو، قال كيفاش هاد البلان هذا؟ المهم قضى الغرض ديالو ملي مشى نعس الصباح ملي فاق فاق صاحي، هي هذيك مشى حل الباب ديال الطواليط ما طرا والو، عاود سد الباب ما وقع والو، هو يقول مع راسو كيفاش هاد البلان هذا طرا ليا؟ سمعات امو وهي تقول يا وليدي اش واقع؟ ويعاود ليها البلان وهي تقول لي سير وليدي سير وليدي دعيناك الله حتى لي البارح بلت لينا في الثلاجة. مشيت عند الوالدة قلت ليها الوالدة رانا بغيت نتزوج، قالت لي سير وليدي عند اي بنت وسولها الا عرفات الملحة كيفاش كتحيد من الماكلة تعال نخطبها ليك. هذا واحد خينا عاد تزوج جلس 7 ايام عاد دار نسابو يتعيط لي امو في التليفون، قالت لي يا وليدي حدي من نساب، نساب راه ما فيهم تيقري يقدروا يوكلوك، قال لها امي ما تخافيش راه انا اللي شاد الكوزينه بيدي، كنطيب ونجفف ونصبن ونعجن وندير كل شيء، قالت لي صافي يا وليدي صافي اللي عطى الله عطاه. هذا واحد خينا هز واحد القفة فيها كلبة كيجي حدا البوليسي وكيبقى واقف، كيجري عليه البوليسي، لا غد كيعاود يرجع، كيعاود يجري عليه البوليسي، البوليسي قال مع راسو هاد المرة ملي غادي يجي غادي نقلب لي ديك القفة شنو فيها، ملي عاود رجع لقى فيها كلبة، هو يقول لي تاد الكلبة اش دايرة في هاد القفة؟ قال لي غا بغيتك تحملها ليا باش تولد ليا شيان بوليس. اتفرحها تبكي، تصدمها تبكي، تفاجئها تبكي، تغوت عليها تبكي، تزوج بها تبكي، حق مهول انا راهم صدقات. هذا واحد خينا غادي كيتسارى هو وصحيبته في الدروبه وحشمانين وما كيهضروش مع بعضياتهم، واحد شويه هو يقول لي يا حبيبتي قولي لي شي حاجه حلوه، قالت لي مصاصه، قال لي هلا قولي شي حاجه اللي تجمعنا، قالت لي استافيط. هذه واحد المراه طيبات الراجل هالروز وفرحانه وهي تقول لي تبارك الله على قاش فرق حبه حبه، هو يقول لا ترى عائله قدها قداش وفرقتها عاد غيغلبك الروز. قالت لي دكتور انا كنحس براسي خايبه وما فيا ما يتشاف اش غادي يكون عندي؟ قال لي عندك صح. وحدة واحد اول مرة غيتلاقاه هو يقول لي باش غادي نعرفك؟ قالت لي انا في 1.65 متر وكنوزن 60 كيلو، وقالت لي انت؟ قال لا انا غادا تلقيني هاز ميزان ومتر وكندور. نودي تزوجي ضحوكي وكوميدي يشبعك عضحك وتي كتقلبي على اللحية والزغب تمالك وليتي قملة. وضع يده على قلبه فتنهدا فقال يا أيها القلب بالله عليك أخبرني كيف أنساها، فرد عليه القلب إن وحدة فيهم الله يلقيها ليك. الإخوة انتم راني بغيت نتزوج ومحاك والله العظيم، درك قولوا لي باش تنصحوني واش نديها طنجاوية ولا نديها فاسية ولا نديها كازاوية ولا نديها عروبية ولا نديها في سوق راسي. هذا واحد خينا بغى يتزوج وحشم يقولها لوالديه امشي شرا مايوس وتيامات وخلاهم تجيب له حدا الطبلة ويلوحو منين فوق الطبلة، قال لي ما بغيتو معامرين. هذا واحد الراجل دخل دارو هو يلقى ولادو لاعبين الكارطه، هو يقول لي ما تحشموش ونوضو نوضو كرانكم راهما تزوجوا ولدوا الولاد، قالوا لي راه هادشي علاش حنايا لاعبين الكارطه، راه اللي ربح فينا هو اللي غيتزوج بواحد السيده، هو يقول لي بنت منادي، قالوا لي بنت الحاج المعطي جارنا، قال لي ما ديك الطويله الزوينه العامره، قالوا لي هي هذيك الوالد، قال لي معاود تفارقت انا لاعب. سمعي النصيحة ديالتي وياك ديري علاقة مع شي واحد كيصرف عليه بواه، اختصري الطريق وسيري عند بواه ديريكت.
قالك سيدي هادي واحد خايتي طاحت كومه هو وقف على عزرائيل، قال لها تراكي غدا تعيش 40 عام وستة ديال الشهر. هي هادي قالت خاصني البروفيتي في الحياة مزيان، اش غندير مندير؟ غادي نمشي ندير عملية ديال التجميل الراسي كلها. مشات دارت التجميل ولات هكا دير بالزين، عخرجت من المساحة ديال التجميل وضربها طوبيس وماتت. طلعت عاد عزرائيل وهي تقول لي قلت لي غادي نعيش 40 عام وستة شهور، قال لها ديتي والله ما عرفتك. هذا واحد الحلاق مزوج، جا عنده واحد خينا ويقول لي شحال كاين قبل مني، قال لي كاين قبل منك ستة، قال لي انا غادي نمشي نقضي واحد الغرض ورجع عندك. هي هذيك مشى ما جاش، جا عنده النهار الثاني ويقول لي اسمح لي راه كان عندي واحد الغرض داكشي علاش انا ما رجعتش، قال لي ماشي مشكل، قال لي درك شحال كاين من قبل مني، قال لي قبل منك كاينين 8، قال لي صافي انا غادي نمشي نقضي واحد الغرض بالزربه نكون عندك. هي هذيك مشى ما رجعش. رجع عنده واحد اليومين ويقول ليها غاسمح لي ديك النار انا كنت مشغول بزاف بزاف، دابا قول لي شحال عندك من واحد قبل مني، قال لي قبل منك كاين 12، قال لي اللهم بارك، قال لي انا غادي نقضي واحد الغرض بالزربه وغادي نرجع عندك بكل رجله، قال لي صافي ما كاين حتى شي مشكل. هي هذيك مشى الحلاق ويقول المتعلم ديالو قال لي سير تبعو لقاها تخينا شوفو فين كيمشي، مشى تبعو ملي رجع ويسولو الحلاق قال لي ديك خينا فين كيمشي؟ قال لي كيمشي لدارك. أربعة ديال المشاريع هما اللي ناجحين في المغرب، بار وفرماسيان وقهوة ومطعم، بمعنى أن أغلبية ديال الشعب فاسد مريض مسالي وجيعان. هذا واحد خينا سكران جالس هو وصحيبته وهي تقول لي راه سمعت باللي انت مزوج، قال لي هلا هذوك غا إشاعات كتخرجوا مراتي. شكون هي المرأة الصالحة؟ المرأة الصالحة هي اللي كتخلي راجلها والديه غادي في الشارع وكيهدر عا وحدو، ماشي غادي وكيهدر مع البنات. مساء الخير. لاباس بخير. انت درك مزوج ياك؟ غتمشي للبلاكار ديالك غتجبد ديك الحالة المدنية ياك، غتقراها غتلقى فيها كاينة عمرة وحدة ياك وربعة ديال الصفحات خاوين، وديك الحالة المدنية بيني وبينك شكون اللي دارها؟ دارتها الدولة. ها مزيان دابا تفهمنا، هذاك شي قانوني ولا ماشي قانوني؟ قانوني، وانت في هاد البلاد كتأمن بالقانون ياك؟ كتأمن مزيان، وسير اخويا طبق القانون سير. هذيك اللي كدير العرس وكاع ما كتعرض على صحاباتها ومن بعد كتقول لهم داكشي راجع على غفله، اشتي بالضبط غادي يديك ربي على غفله.